يا فاطمة صلى الله عليك وعلى أبنائك البررة لا سيما الحسن والحسين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا يا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عرج على قبر النبي بيثريب عرج على قبر النبي بيثريب وصيح معوليا والعين باكية عبرا وقف عنده دام الفؤاد بحسرة وقيف عنده دامي الفؤاد بحسرة وقل يا أبا الزهراء لقد ماتت الزهراء قضت والرزايا تستفز فؤادها أيوة فاضل قضايا والرزايا تستفز فؤادها ولم تبلغ العشرين ما أقصر العمر قضيت نحبها يا نحبها يا فاطمة فاطمة قضيت نحبها يا مكسورة الضلع مسقطا جنين لها آيا والنفس من وجدها حسرا ففقدك أشجاها وتيم أمضها وحبتر آذاها وأشبعها قهرا أيوا سيدتي فسلها تفاصيل الرزايا لعله يخفف من غلواء مهجتها الحرايا
يا وسلها لماذا أحرقوا باب دارها. هذا البيت اللي قاعد بيه انت بيت الزهراء شلون دخلوا وحرقوا الباب، شلون دفعوا على الباب على الزهراء. ايوا سيدتهم وسلها يا لماذا يحرق باب دارها. يما يا يما يا يما يا يما يا فاطمة وسلها يا لماذا أحرقوا باب دارها. ولا ذيت وراء الباب تلتمس السترا. وما قصة المسمار سل عنه صدره. أولا وما قصة المسمار صل عنه صدرها. فكم من غليل فيه قد ألهب صدرا وعين محسن سلها لماذا سقوطه وما ذنبه حتى يذوق الردى المر. وسل قرطها المنثور. هاي منين تدري منين؟ هاي من رجع عليها سطها على خدها وعينها. وسل قرطها المنثور مما انتثاره لعل بدا جرته من أذنها قصرا. أبو اليمة قصد لما ويهل عبر حسين قل لما انطاحت جب أبو اليمة قصد لما أو يهيل عبر يقلها ليش خدش بأثر سطورة. ويلا حسين يا ياهو ياهو اللي جسر يا يمه وتعدى دخبريني بجد المصطفى وفقده. يا خيمة علي ويا درع بالشدة دحاجيني وانا المظلوم ابو العتره يا يم. بعد سايلت دمعه الزهره زكي عليه وقصدت لتشم بنحره وتحاجي. اها تهيئ المل تهيئ الزينب تشم نحره يوم اليوم كربلاء يوم العاشره. أي سالت سالت دمعة الزهرة الزكية عليه او قصدت لتشم بنحرة وتحاكي. مديدك على خدي وتشوف شبيه يا يم. مديدك على خدي او دشوف شبي وانظر عيني من كثر الضرب حمرا. بعد مديد ابو اليم على خد مديد ابو اليم على خد وسد عيون لما سطر شاهدها. ذبروح عليها 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 وقام ينشدها.
ولا ذب روحه يا 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 عليها وقام ينشد حيدر والدي هم يدرب الهجرة لا يا ولي يا يا دي عودك ما أظن يدري ضميت الأثر عنه وخفت يدري فديته يا يما محسن وعصى وعمري وفديته يا يما محسن وعمري عمري أو فديته الظليل على المرتضى وعمري والذان بعد موقف يا ابو اليم محسن من وقع وتقمط بدم والذان بعد موقف يا ابو اليم محسن من وقع وتقمط بدم يا كل هم يظل وياك كل هم شو يسوي كل هم يظل وياك كل هم او يطيح وياك لما تقع الغابر محسين دم ظلوع صار لتغسيل وانت تغسلك الحرة بدموع الليل زينب محسن داسة الرجلين وانت الخيل حسان محسن داس التيل رجلين وانت الخيل وانا الطمع ليكم يا ابني بالعشرة لما دفعوا الباب على الزهرة تخاطب ابوها تقول لابويا اجتنا القوم بويا شلون جاي الفانا بالحطب هجموا علي بويا اجا وانا لقام بويا شلون جاي الفانا بالحطب هجموا علي بويا الفانا بالحطب هجموا علي ضربني الرجس وانا شقف بدي بويا عادت تفقد أبوها يجونها الناس وعلى مصابها يعزون بويا من يوم مثل دارها يحرقونها أو فاق دمعدها فاق دمعد فاق دمعدها يا بويا يسطرون مسامار يا بويا العيش من بعدك مسامار ولا يهنى عقب عينك مسامار يا بويا ضلوعي ما تحمل يا بويا يا ضلوعي ما تحمل مسامير اجيك وشوف شنو صار يلا يلا بويا وياي اجيك وشوف شنو صار بويا بين
الباب والحايط عصرني سقط جابويا سقط جنين ولا رحمني وابن عم مقيد وهراي أرد أنقلك وين أنقلك أنقلك إلى الحسين لما جاء يقول رمى بنفسه على أقدام أمه يقبلهما أو لا آخ آخ يما يا يما يا يما يا يما يا الحبيب يا يما يا يا ما بقينا من عقب جدام يا يما الليل عقب شمال تعال شوف شوف الزهراء لما جن الليل على زينب تقولي جت لقيت اكو حرمة قاعدة يم الحسين دوايرتي العمياء وغريبة عليك بطف دورت دوايرتي العمياء وغريبة عليك بطف دورت تلمس تلمس الموت اويلا خويا يما تلمس تلمس الموت بلك عرفك يلمتت شلبت بالما يعرفك شلبت بالما يعرفك ولي عرفك شلبت عليك عليك يا مدلل لعيوني حيرة الضايع حرت على ابن الذبيح ما شرب هويلا هويلا انا الوايا يا لدي يا حسين يا ابني يا من رأت ذبحك هويلا ولي من رأيت ذبحك ذبحني اسعدني على ابني أولا آي آي تقلها زينب تقلها عسى عمي يا يما ولا جهبت وحق ضلعك يا زهرة ما عرفت يا يما حسين شميت وشبقت لو ينشال خي كان شل عندك حالتون ويا يلا ابويا يا يما بنين ما جيش يا لجمت ما يرجعون يا ود ما يرجعون ايش يا قلبي ما يري يوم اللي يموتون يا ودي اللي يموتون كوني البشير راجعي اليوم
أنا يا العيون يا عيون يا العيون لا أبشي إلى ما أعمي جانب وقعد بحلمي وقعد بحلم تمنيت حلم وقعد بحلم ويا ولقاك يمي ويا لقاك يمي وفي زمن لوتي ولقاك خويا ريحة امي ريحة امي وشبقك وشمن ريحة امي اجت تدور على الحسين غير نومتك يا حسين خاطر نقدر نشبقك وخل افرش لك انا فراش نوم القاع مو قد عمت عيني عليك حسين صاير عالترب خدك عشر خيول وانت وحيد بجسمك كل شي ما خلت قاطع خنصرك يا حسين عساها تشوف لي انشلت وياي خويا 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 وين صوتك خويا 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 شوف شو تقول صار الليل خويا حسين وطبع الليل خويا ظلم وجيتك شايطة من التل ولا خير اللي تحشم نعم الله ريحتك يا حسين دلتني مكان نعم الله ريحتك يا حسين دلتني مكان الدم ألم بجسمك المطروح خويا وياي ماي أخويا وياي ماي بعد شو تقول صار الليل خويا حسين أو تانية الزليم يمشو الله 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 وجيتك يا حنين الروح أشبق أنك داقل شلو أنا محرق الشفين وانت بكل كتير مطعو آه أنت السيف خذ نحرك وأنا الصوت خذ لمتون وأنا الصوت خلف الله على ذاك الليل ستر بالهيمة صارالي يكون القاعد هلسان أو تحكي لك على حق ليه زينب الركض لو الركض مالهم عمر خمسين والأيتام تبرالي ولا وادم التسوى عتاب ولا صيوان ظلالي بعد تقل لي يمك خويا يمك ما لقيت رسوم حرمة لقيت محنية واحنا ببيت الزهراء يقضي حوائجك خويا يمك ما لقيت رسوم حرمة لقيت محنية يا خويا حسين راح الشوف التنوح حذاك ياهي
الحدير شيلتها جابت ماي تشرب نحركم مية. الحدر شيلتها جابت ماي تشرب نحركم ميه ساعة تصيح يا مذبوح ساعة حاية مسبية ولا أسير وعالم همومي ولا ودهري غير رسومي ولوني ولوني لان المتت ويا امي خويا لان المتت ويا امي ولاني متت ويا اخوتي بالغاضري كل احنا نتمنى الحسين يحضرنا نفس ما نفس ما يا حسين القبر ضيج ضيج نفس ما يصح لي وانت يلتدري نفس ما هم تزورني بقبري وعلي مروتك سيدي كلكم روى ما تخلينا ضغطة القبور وظلمة القبور الله يا أبو علي يم تزورني بقبري نفس ما أزور أنك جنت بالغاضرين يا راكي حي در ما يهمني العمر يورك هلا بالموت كون الجفن يا راك باشر يا علي لو صرت يا راك عليك الزهر خل عينك يا راك يا راك يا حيدر ما يهمني الحيل يورك هلا بالموت كون الجفن يا راياك باشر يا علي لو صرت يا رك عليك الزهرة خل عينك علي آخذاني شنو من أعذار باشر شنو عدنا شنو من أعذار باكر آخذاني إذا رب بذنوبي آخذاني سيدي أبا عبد الله أحلفك باللصاحة أحلفك باللصاحة آخذاني تنغر ليلتي الوحشة علي جيتك عناي جيتك اخذني الدرب عناي وقاصد مجلسك يا حسين انا قصدت زيارتك خدمتك مجلسك يا حسين عناي حاشا تقصر انت بيوم عني وانا الخادم لك يا ابني الزكي